شكر صديقي رشيد الشيخ مدير هذا المهرجان ومدير هذه الجمعية وحتى التلة اللي دايرة به اللي كيسهلوا الخدمة والعمل. أشكر مدينة فاس مدينة العلم. أن يكرم الإنسان بالنسبة لي شيء طبيعي، أن يكرم في أي مدينة شيء طبيعي، ولكن أن يكرم بمدينة فاس فهذا له طعمه. هذه الدورة ديال هذا المهرجان تحمل معها أفلام، أفكار، أشخاص، ودوم العناصر اللي يمكن يصوبوا الفرجة. اليوم تم استدعاء ديالي هي في نفس الوقت كريم وفي نفس الوقت سليم الجائزة الكبرى اللي فاز بها الفيلم ديالي مسافة ميل بحذائي في سنة 2019. كان صعيب علي نحضر في ذاك الوقت، كان عندي تصوير مسلسل، و2020 كنا كنعرفوا بسبب الجائحة كاع القاعات السينمائية سدوا، والآن يعني بواحد الفرح كبير كنعاودوا نفتحوا القاعات والمهرجانات كيرجعوا من جديد، اللي هي متنفس للفنانين ومتنفس للسينمائيين وعشاق السينما. وجيت باش نتسلم الجائزة ديال 2019 وهذا شرف ليا. بعد توقف مدة سنتين من الأنشطة الثقافية نظرا للوباء أو جائحة كورونا ونظرا لتعليمات السلطات المحلية بغلق جميع القاعات والأندية مع احترام هذا الإجراء، الآن تنطلق بعد تخفيف من الإجراءات الاحترازية، ومن بعد عرف بفضل سياسة التلقيح أنه الآن تم تخفيف الإجراءات. وفي هذا الإطار احنا كنظموا هذه الدورة 25 اللي كتجي اللي كما كتشاهدوا أو كما لاحظنا، لأنه هناك شوق من الجمهور لمعانقة السينما والأنشطة والثقافة. إذن في هذا الإطار كنظموا الدورة 25.